ممكن إيجاد منافذ للحصول على مميزات للمعلمين مع شركات الطيران، مع شركات الاتصالات وغيرها. فهذه الفكرة هي قيام مؤسسة تتبنى هذا الموضوع بالتحديد لتحفيز المعلمين ولرفع مستوى مهنة التعليم في المجتمع، بحيث تكون مهنة مرغوبة ومهنة يتنافس الناس عليها للدخول عليها. أمثلة للسياسات: بناء مسار مهني وكارير باثوي للمعلمين، وإطار عمل للتطوير المهني، وسياسات للتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وسياسات للمحاسبية. هذه فقط أمثلة أذكرها. ثم مبادرة أخيرة للتغيير والتواصل مع المدارس وإدارة التربية والتعليم والمدارس. يعني لحسن الحظ أننا بدأنا في تنفيذ كثير من المشاريع التي جميعها تخدم الخطة الاستراتيجية. أولها برنامج تطوير المدارس الذي انطلق وبدأت عملية العمل مع إدارات التربية والتعليم والمدارس، وسيبدأ تطبيق على نطاق واسع العام الدراسي القادم مشيئة الله عز وجل. مشروع بناء المعايير والاختبارات الوطنية بدأ مع المركز الوطني للقياس والتقويم. مشروع اختبارات المعلمين أيضا بدأ مع مركز القياس والتقويم. المسارات المهنية الآن ينتظر المزيد فقط من الدراسة والاعتماد. تم تأسيس المركز الوطني للقيادات التربوية. مشروع مدارس الأحياء للأنشطة التعليمية الترويحية، تحويل قرابة 1000 مدرسة لكي تكون مدارس، تكون مدرسة حي أو نادي حي تمارس فيه الأنشطة على مدار اليوم من قبل الطلاب وأفراد المجتمع. مشروع تدريب المعلمين العلوم الرياضيات، تطوير القيادات التربوية. مشروع السعودية أكسفورد للقيادات التربوية. مشروع اختيار القيادات النسائية، ومجموعة تدريب المعلمين الجدد وغيرها. بوابة تطوير التعليم الإلكتروني التي حازت على جائزة أفضل بوابة تعليمية في العالم العربي العام 2010 أيضا هي جاهزة للإطلاق، وبدأ التدريب المدارس عليها. وأيضا إثراء المحتوى التربوي وبرامج الشراكة المجتمعية ستستمر سواء مع مركز الملك عبد العزيز الحوار الوطني أو الجهات الأخرى للاستمرار في حوار مستمر مع المجتمع ومع الفئات المعنية حول التعليم. الخطوات القادمة: وضعنا الرؤية المستقبلية للتعليم على موقع مثل ما ذكرت، ونأمل من الجميع أن يعني يشاركونا في إبداء الرأي. بعد يعني كل فترة سنطلق جزء من الاستراتيجية، بعد شهر تقريبا سنطلق الاستراتيجية حتى لمزيد من الحوار حولها، من منطلق أن الاستراتيجيات الجامدة لا يمكن أن تنفذ ولا يمكن أن تحقق الهدف منها. فالاستراتيجيات المتحركة هي التي لديها رؤية واضحة وخطوط عريضة تسير نحوها. الاستراتيجيات المتحركة هي التي ستكون أكثر فاعلية. وشكرا لكم جميعا وأسف للإطالة. نشكر سعادة الدكتور علي الحكمي مدير عام مشروع الملك عبد الله للتطوير التعليم على هذا العرض الجميل والمفرح، وعلى هذا الإنجاز القادم لوزارة التربية والتعليم، والذي استعرض من خلاله بداية التعليم في المملكة العربية السعودية، ثم التحديات التي تواجه التعليم، ثم عوامل دعم تطوير التعليم وتكامل الاستراتيجية مع الأنظمة والخطط الوطنية، وكذلك منطلقات الخطة ورؤيتها، وكذلك تحديد أدوار وزارة التربية والتعليم وأدوار مؤسسات المجتمع في هذه الخطة، وكذلك الأسس التي بنيت عليها هذه الخطة، وجوانب تطوير التعليم والنموذج الذي سيتم تبنيه لتنفيذ هذه الخطة، بالإضافة إلى تحديد المشاريع التطويرية التي تسعى وزارة التربية والتعليم ومشروع الملك عبد الله لتبنيها سعيا إلى تجويد التعليم. الآن نتيح المجال للمداخلات، ويعني أتمنى يكون كل مداخلة دقيقتين فقط. نبدأ بالأخير.
نعم في الأخ الأخير لو سمحت الميكروفون ميكروفون هنا الأخ فهد في الأخير. سنأخذ سؤال من قاعة الرجال وسؤال من قاعة السيدات. السلام عليكم. شكرا دكتور علي على يعني هذا العرض الوافي لهذا المشروع الطموح اللي هو يعني المشروع اللي يطمح له جميع مواطني هذا الوطن لتطوير التعليم. سوف أختصر بناء على طلب الدكتور علي. احنا لاحظنا في ختام حديث المتحدث الرئيس الدكتور لي هذا اليوم اعتمد النجاح على المثلث الذي عرضه اللي اعتمد على الوزارة وعلى المدارس وعلى المعهد التربوي اللي يمثل التعليم العالي وإعداد المعلم. أنا حقيقة ملاحظتي على هذه الاستراتيجية الكاملة أرى عدم وجود أي دور لمؤسسات إعداد المعلم في التعليم العالي، ودورها رئيس حقيقة في إعداد المعلم وفي تطويره المهني. هذه الرؤية يعني أتمنى أن تكون واضحة في الخطة الاستراتيجية. أنا أعرف أن هنالك تواصل، هنالك اتفاقية شراكة بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي، هنالك محاولة لتطوير هذا الأمر، لكن عندما لا يكون هذا منعكس في الخطة الاستراتيجية، يعني الآن الخطة الاستراتيجية المثلثة اللي طرحتها يا دكتور معتمد على الوزارة إدارة التعليم المدرسة، وعندما تكلمت على العشر الممكنات للتعليم، عندما تكلمت على طريقة أيضا تنفيذ هذه الاستراتيجية، ألاحظ أن هذا الدور مقتصر على الوزارة، وكأن مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم هو مشروع لتطوير وزارة التربية والتعليم وليس لتطوير التعليم العام. شكرا لك. شكرا وجود هذا الشريك. أي زميل عنده مداخلة أو زميلة يذكر الاسم ثم المداخلة. أشكرك أخي الكريم. فهذا الشارع جامعة الملك سعود. إجابة في الأخير. طيب شكرا لك. الآن نأخذ من الزميلات إذا في مداخلة. في مداخلة في القاعة النسائية. أيوة في مداخلة. تفضل يا أختي. هذه مداخلة من عند واحدة اسمها الأخت خديجة السميلي، تقول عندما بدأ مشروع تطوير تناسينا الأيديولوجية وجدنا صراعا يرفض التغيير، فما هو دور مشروع تطوير لنشر ثقافة التغيير؟ تعيدين السؤال. تقول عندما بدأ مشروع تطوير تناسينا الأيديولوجية وجدنا صراعا يرفض التغيير، فماذا أو فما هو دور مشروع تطوير لنشر ثقافة التغيير؟ شكرا لك. الآن نأخذ سؤال من قاعة الرجالية. اتفضل هنا الميكروفون، خليك في الوسط الله يحفظك من أجل تكون يعني قريب من الجميع. هنا في عبد الله النافع. الحقيقة الشكر للدكتور علي على هذه الجولة في المستقبل الذي إن شاء الله سيكون مستقبل مزدهر، لكن أنا أيضا أثني على الملاحظة التي قيلت وهو غياب دور الاستراتيجية بالنسبة لتطوير المعلم. إحنا عندنا الآن حوالي 500,000 معلم ومعلمة متراكمين على المدى السنين الطويلة طبعا إعداد قد لا يكون الإعداد المناسب، فما هي الاستراتيجية الواضحة لإعادة تأهيل هؤلاء المعلمين؟ ثم ما هي أيضا الاستراتيجية لإعداد المعلمين الذين سينضمون في كل عام؟ طبعا هذه القضية أعتقد ما وضح في بروفيسور لي أن quality of education cannot exceed the quality of teachers. شكرا. شكرا لك. تفضل الدكتور تجاوب الآن وبعدين نستكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الدكتور فهد الشايع والدكتور عبد الله النافع سؤال واحد. أولا طبعا لو قرأت الوثائق الاستراتيجية تناولت موضوع تطوير المعلم بشكل كامل، وحتى وثيقة الرؤية يعني بتطلعون عليها موجودة في جناح تطوير، ذكرت ما هي يعني ذكرت